السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبيبتي شنو احوالكم؟ ميكم توحشتكم والله العظيم، توحشتكم من هيرين اللي فاتوا ما هبطتش فيديوهات، الله غالب الانترنت تعبه برشا. ان شاء الله ان شاء الله تتريقلوا ونشدوا نحن بطبيعتنا الريقله ونقولكم نهار فيديو مفيد. رجعت لكم فيديو عام دراسي جديد، اول عام بالنسبه لبنتي في المدرسه. قمت الصباح بكري هكا فرحانه وهي شيخه فرحانه، قامت على الصباح فيقتني يا ماما باش نلبس حوايجنا ماشي للمدرسه. هيا لهنا تصبح عليكم. حضرت لها حوايجها وكل شيء وباش نبدل لها حوايج كاو لهنا، حضرتها وشديت لها شعراتها وباش نقصدوا ربي ونمشوا للمكتب. عمر بطبيعه مانيش باش ندخله توا، باش ندخله كان في اول الشهر. دونك حضرته وهزيته معايا باش نوصلوها كون نتعدى للروضة، نريقل له هو زاد الدوسي نتاعو وكل شيء، لو طون يجي الوقت باش ندخلو. لهنا شد الصف دخلو، مشيت لوجت لها على القسم نتاعها. كيما تشوفوا الاولياء الكل جايبين صغيراتهم، ما فماش الحقيقة اكتظاظ برشا، العباد الكل ملتزمة وما ياخذ احتياطاتها كهو. لهنا دخلوا الصغيرات وحبيت ناخو هكا شوية صغير، مقطع صغير باش نشاركه معاكم وقت اللي دخلوا الكلاس والمعلم كيش قاعد يرحب بيهم ويشجع فيهم هكا وينحي لهم فيها الخوف والستريس نتاع اول نهار دخول المدرسة، ينحي لهم فيها الرهبة. بالحق يعطيه الصحة، برافو. كهو روحت للدار وباش نبدأ في قضيتي. بليتو قبل نروح للدار تعديت للروضه، خديت الاوراق نتاع الدوسي نتاع ولدي باش نحضر له الدوسي نتاعو باش ناخذ له الادوات نتاعو. وكهو روحت للدار وبديت في القضيه. ديجا انا قضيت البارح، سيقت الدار وعملت كل شيء. جوست اليوم امس بعد لك كملت التسييق جبت الركنه، والركنه ما عنديش كيما تعرفوا، دخلت ديجا داري وشفتوا داري ضويقه على الاخر، فباش ننظم لها بلاصه، معناها يعني نحط لها بلاصه. شفتوا الحبوب الكحله هذيك، هذوكم ما نعرفش شنو يسموهم بالضبط، حلق صغار متاعين دبوسة الغاز، ساعات تجيني بلاش واحد لمتهم يا اخي. سي عمر جبدهم ودرهم امس، لوجت وايس خاطر ديجا سيقت هالدار، معناها مستحيل انه باش يكونوا غاد. اليوم كي حركت الطاولة لقيتهم، شوفوا البروس هذه زادة راهي معاونتني على الاخر الحقيقة كما شفتوا. كل نهار نمسح بها معناها نبورس بها الزربية، بالحق تخرج لي في حاجات ما نعرفش الزربية منين تلقتهم. لهنا جيت وبقيت حايرة كيفاش باش وين باش نحط هالركنة، ما عنديش سباس وكما عارفين صالتي مدقدقة. وليت نحيت الكوان ونحيت البوف البلاستين وباش نحط نجرب بالطريقه هذه نشوف باش تساعدني ولا، وهذه الطريقه الامثل معناها والمناسبه اللي جبت مع الصاله نتاعي داري ضويقه حتى لبيوت صغيرين. ف جاتني مزيانه الحقيقه مش خايبه، اما هاو انو كمان خير من تبقى لي الركنه مكدسه فوق بعضها في وسط الكلوار وتضيق عليا. نفرشها لهنا، فرشتها ديجا في بلاصه بعيده خاطي على التحفيز، خاطرنا الحقيقه مانيش نويتها للدار هذه. معناها عملتها على قياس الدار الجديدة. ديجا البيوت اللي قاعد الركنة هذه وبيت اللي قاعد اللي نخدم فيها توا ان شاء الله تحضر نهيرين اخرين باش عملتهم للدار الجديدة مش البيت الداري هذه. داري هذه ما عنديش فضاء وين نحط كهو. لهنا جيت وهاكم كيما تشوفوا بشوي نرجع ونصلح، خايفة معناها لا يبدا فما غبرة فما حاجة، ما مانيش حابة نحطها على بلاصه مش نظيفه. كهو لهنا بديت ندخل في الجراري والتكيات، وكما تشوفوا كعمر عامل بعمايله، عم مش باش نعمل ان شاء الله ربي يسهل بركه ويوفى الشهر على خير وندخل شهر جديد وندخله للروضه ونرتاح من الهرج. كهو لهنا كما شوفوا نظمت الركنه. اعطوني رايكم البنات في الالوان، انا اخترت لون غامق خاطر هذه ركنه نتاع معيشه معناها كل يوم،
والصغيرات كما تعرفوا كل شيء، فماذا بي لون غامق طيب يحمل الدهك ومش من أول نهار معناها تبين فيه الحاجة، على القليل يقبل لك التمرميد وكل شيء. اخترت لهنا الفيرميليتير هذاك من فوق التكيات، ما همش ظاهرين بالباهي، في اللون هو بيج بلون كاسي، ما بين البيج والبلون كاسي ما هوش واضح اللون. والزينة اللي فيه هذيك كعبة في الفيرميليتير كيما الجراري، وكعبة في المطارد، ياسر طلعوا على بعضهم الحقيقة الألوان. ما لقيتش لون آخر، كنت حابة نعمل روز بيبي، ما لقيته فاتح برشا وما يساعدنيش في الركنة، ففضلت أني نعمل للصلاخير. كهو لهنا وكملت بروستها بالبروس الزربية، وعاودت عديت عليها مصلحة باش كان فما حاجة شادة تطير، وكهو جبت الاسبيراتور لهنا زاد كيف كيف نظفتها بالبداية، وسويت لبناك وسويت المخدد وسكرت، كملت معناها نظفت البيت وظلمتها باش على الذبان، خاطر كان تبقى لي محلولة الدار تتهرد لي برشا بالذبان. شوفوا لنا البنات اعطوني رايكم فيها، الركنة عجبتكم ولا لا، الوانها سمحين ولا البليصة متاعها ما عنديش راه طريقة اخرى، معناها اذا كان قابلتكم طريقة اخرى نجم نعملها بها قولوا لي مثال، اما بالحق راني جربت الطرق الكل هذيك الطريقة الانسب. ولهنا جيت عندي نهارين التالي عاملة جروميناج للدار، مانيش نطوي في الحوايج، كل نهار اللي يطيح نلم وننشر غيره، اللي يطيح نلم وننشر غيره، هكا باش تشوفوا زادا باش نكمل الطويان هذا ونمشي للمنشر نجيب غسيل اخر معناه زادا باش نطويه ونحطه في بلايصه. فاليوم قلت خليني نطويه كل مرة واحدة باش ما نكثرش على روحي الدبش المكدس. كهو ما شاركتش معكم الطويان متاعو، اما هوني طويتو لفلف المفيد. وجيت لهنا زادا كيما شفتوا شاربات مكدسين عندي برشا، نلبس ونحط على جنب، نلبس ونحط على جنب، فتكدسولي معناها ما يلزم يرجعوا المنظم نتاعهم، وقت اللي نجي نجبد في حاجة ندخل بعضي وإلا ما نهبطهم الكل باش نلقى الشاربة اللي حاجتي بها. فاليوم هيا قلت أنا تعبت تعبت وأنا صرفت صرفت، خليني نجيب كل شيء مرة واحدة. كيما شوفوا لهنا قاعدة نتكلم في التليفون، ما نجمش نقضي قضية طويلة كيما هكا من غير ما نتكلم، ديما عندي حلقة صغرونة، مش صغرونة أما مطولة، يا أنا وأخو واحدة من أخواتي يا أنا وسلفتي، عندي سلفتي أصغر مني، صحابنا وياها على الأخر على الأخر، كان يتعدى نهار وما نتكلموش مع بعضنا في التليفون ما نعرفش نمرضوا، ان شاء الله ربي يداوم عشرتنا في الخير يا ربي. كهو كما قاعدين تشوفوا البنات كملت رجلت الشربات وباش نمشي نحطهم في المرفع نتاعهم. شوفوا لهنا صبت البنوتة، هذا صنديل على محلاه جابته لي اختي نتاع بنتها، معناها الحقيقة مش شريته لي انا بالذمة، جابته لي انا بناتي كان سهل ربي يجيني في الشتاء، اما ميسالش باش نلبسه لها المفيد، ما يبقاش فيه ما يبقاش في خاطري، ماني عجبني على الاخر. كاو لهنا جبت هاك الدواء نتاع ولدي، خرجته عنده 3 ولا 4 ايام، اللي عندي جبته من السبيطار جبته، اللي جبته معناها من المستوصف نتاعنا لهنا جبته، وفما طريف كانوا في الفريجيدير زاد خرجتهم، ديجا توا بردت الدنيا ما عادش معناها نخاف على الدواء كيما الايامات اللي فاتوا، فجبته الكل باش ننظمه لهنا، خاطر هذايا الكل ما ترفعوا ليش البرجدير، حتى كان ترفعوا لي باش تنقص لي معناها الخضره والغله ما عشنا نلقاو وين نحط. كهو وليت جبت لهنا الدويات باش ننظمها ونستويها ونحطها في بلاصتها، ان شاء الله يا ربي باش نقول ان شاء الله ربي يشفي لي وليدي، وان شاء الله يا ربي ما يحرمنيش منه. وكهو نقول معايا اللهم امين يا رب العالمين. كهول هنا باش نكمل نفرز فيه الدواء كما قاعدين تشوفوا بالتاريخ الصلوحية نتاعو الكل، معناها بالأقرب بدأت، الأقرب نستعملها لولا والأبعد نخليها للآخر، خاطر ساعات يبدأ الدواء مفقود، فماذا بيا ديما الدواء متوفر عندي ديما على الأقل كمية 15 يوم شهر متوفرة عندي، ما نخليش روحي نتيحهم بقى.
خاطر دويه هذه ماهيش دويه تتشرى، معناها كان جات تتشرى ما يسالش، مانيش باش نخلي صغيري بلاش. اما فما دويه هذه الباكويت الكبار ما تتعطى الا في السبيطارات، معناها يعطيها لك السبيطار اكهو، والسبيطار يعطيك كميه معينه، وساعات يبدا الدواء مفقود فيبقى صغيرك بلاش الدواء. فكهو ديما ماذا بيا عندي كونتيتي زايده ما نبقاش في الريسك. كهو لهنا كملت نظمتهم بالتاريخ متاعهم واستبيتهم وحطيتهم في بلايصتهم، وتوا باش نكملوا سويا هذا وباش ندخلوا مع بعضنا الحاجة أخرى، باش نعمل مع بعضنا حوايج أخرى، مش باش نخرجوا من البيت بالطبيعة، فقط باش نكمل ننظف البيت باش نصلحها ونطوي الحوايج هذوكم، وكهو نعمل مسحة خفيفة ونكون كملت. ديجا كيما قاعدين نشوفوا البيوت نضاف، سيقت امس كيما قلت لكم، ما خليتش معناها حاجه ماهيش مريقله، فقط الصابون الله غالب غلبني، ومع القضيه مع تحضيرات بنتي وتغليف الادوات وشريان الادوات وبرا، وهي ما لقيتش وقت معناها، والتياب معناها باش طيب لهم وجبتهم وباش ندوش لهم وباش نحضرهم برشا، ما لحقتش معناها باش نطوي الحوايج. هاني اليوم عاد فضيت روحي، مش فضيت لمحالة والله، عندي ما نعمل، اما لزيت روحي خاطري يلزمني، مانيش باش نخلي الدار داخله بعضها كيما هكا. كهو هذايا مخلط بش ماهوش مفروز، ناشف حوايجي وحوايج الصغار كيما تشوفوا لهنا، الحوايج الكل مقلوبين، راني ننشر الحوايج مقلوبه خاطر القماشات الرهيفه تبلاح على الاخر معناها تتقابل الشمس، فنحبذ اني ننشرهم مقلوبين، القطعه ما تفسدش فيسا معناها ما تتهرش فيسا، على القليله تشد لي الموسم نتاعها، ما حاجتيش سيدي باش تشد لي عام ولا اثنين، اما تكمل لي الموسم نتاعها لاباس. وكهاو البنات اللي وصلت للبارتي هذه من الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لنا تعليق مزيان كيفها، والله الحقيقة توحشت كلامكم المزيان وكلامكم التحفوني يشجعني ويعطيني طاقة باش نصور وباش نواصل، غير الله غالب النهارين اللي فاتوا ظروف معناها غصرة، الوقت غصرني على الاخر، والانترنت تعبة، والله ديما نقول نغسل روحي ونصور، اما الله غالب الانترنت على الاخر. اليوم ما هو الخميس نمنتج لكم في الفيديو، وشوفوا شوف يهبط بالجمعة شوف ليه، خطر الانترنت على الاخر، وحتى كيف نقص بالتليفون شيء في ساعتوفة وما يتعداش الفيديو، لانه نختار في الكاليتي الباهية نتاع الفيديو، مانيش نختار في الكاليتي نجم نوطي معناه ونقص في الكاليتي نتاع الفيديو، اما ما نحبش نهبط لكم فيديو بكاليتي خايبة، نقول نهبطه مسالش يبقى نهار واثنين باش يهبط، ومن ما نطيحش الكاليتي نتاع الفيديو. كهو لهنا البنات كيما قاعدين تشوفوا، باش نمسح هاك لبيته و نعمل مسحتين، وكهو نكون وصلت بيكم لهنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يا ربي الفيديو نتاعنا لليوم يكون عجبكم، وإن شاء الله نتقابل مع بعضنا في فيديوهات جديدة، روتينات تشجيعية وتحفيزية، وما تغيبوش البنات، إن شاء الله نحاول ما نغيبش على القناة، وانتم زادة ما تغيبوش عليا بكلامكم المزيان. إن شاء الله يا ربي يسعد كل واحدة تشترك معايا ويفرح قلبها بكل اللي تتمناه يا ربي، اللهم آمين يا رب العالمين. توا نقولكم بسم